طالما بيأدي اللي عليه صح وبيعمل كل مجهوده صح لازم يكون متميز. للأسف مش لازم يكون متميز واخد كل حقوقه. تعاملك مع الناس اللي بيكون فيها جزء مهم جدا مهارات الاتصال، ازاي تتعامل مع الاخرين، ازاي تتكلم معاهم، ازاي توصل المعلومه بتاعتهم، ازاي توصل المعلومه بتاعتك. 85% احد المديرين كنت بتكلم معاه في موقف من المواقف، ف بيقول لي فلان ده انسان ممتاز لكن للاسف دايما تاجيلاته ضعيفه. فسالته ليه؟ قال لي لان في حاجه مهمه جدا هو ما بيقدرش يعملها. بيشتغل كتير لكن ما بيقدرش يظهر للناس شغله ده ازاي. وزميله الثاني يمكن بيشتغل قليل لكن بيعرف يعبر عن شغله، بيعرف يحطه في صوره جميله. انا بدي مثلا بسيط جدا، زي واحده مثلا في البيت بتعمل اكل متميز، لكن لما تيجي تعمل اكل متميز بشكل ممتاز جدا، لكن لما تيجي تقدمه بتقدمه في صوره مش ظريفه. حد تاني ممكن الاكل يكون متوسط لكن بيقدمه في شكل متميز. اذا انك تشتغل شيء مطلوب، لكن يكمل هذا الشغل مهارتك وقدرتك على انك توصل هذا الشغل للاخرين وتفهمهم ازاي ان هو ازاي المعلومه دي انت عملتها او وصلتها ازاي. النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم عنها اثبتت الدراسات العلميه ايه؟ لو تعلمت التعامل مع الاخرين هتكون قطعت 85% من طريق النجاح. لو هتعرف تتصل صح مع الناس وتتعامل معاهم صح في 85% من النجاح ايه؟ انت قطعتهم. فاضل ايه؟ فاضل 50% قدراتك وذكائك وادائك. 99% من طريق السعادة الشخصية هيعتمد على ايه؟ هتتعامل مع الاخرين، الناس بيعملوه كويس، طريقة ادائك ازاي؟ قدرتك على توصيل المعلومة. سؤال مهم، خليك صريح مع نفسك، وهنسألك بعض الأسئلة، كل واحد يجاوب هو نفسه. أنا خلاص خدت اللي أنا عايزه دلوقتي في الورقة ده. صح؟ الأسئلة بقى التانية. هل تتحدث في المجالس فينصت ليك الناس؟ لما تكون قاعد كده في قعدة أو في لقاء وتتكلم، أول ما تتكلم الناس كلها تصرف وتقعد تسمع لك. لو ثلاثة أربعة بيتكلموا مع بعض وأنت جيت تتكلم، كل الناس كده بتبص وتشوف عايزة تسمع الراجل ده بيقول إيه؟ لنصته لذباب. هل بتحس إن الناس بتفرح إذا أنت بدأت تتكلم معاهم؟ بصراحة أول أنت بتتكلم معاهم وبقيت تكلمهم. ثلاثة، هل رأيت شخصا متحدثا فتمنيت أن تتحدث مثله؟ هل أنت شفت شخص بيتكلم يا لو أنا أعرف أتكلم زي الراجل ده؟ هل ده حصل لك؟ هل بيستمع ليك الناس في أول الكلام أول ما تبدأ تتكلم يبدأوا يبصوا ليك، وبعدين وانت بتتكلم كده يبداوا بقى ينشغلوا عنك ويسيبوك ويتكلموا في مواضيع ثانيه؟ يعني بيديهوا لك في الاول وبعد كده يبداوا ينشغلوا؟ ايه رايكم؟ يعني الاستاذه ميفا بتقول لنا النقطه الاخيره دي بتتوقف على الموضوع نفسه. ايه الموضوع نفسه؟ يهمني الشخص اللي قدامي ولا مش احنا اتكلمنا في السيشن الاولاني عن ان انت عشان تبدا تتصل بالاخرين المفروض اساسا انك انت تحط هدف، والمفروض ان انت تدرس الناس، وان انت كمان مش تدرس الناس بس تشوف انت عايز توصل لايه، وتبدا تحط الموضوع بتاعك بطريقه تشد انتباه الاخرين. يعني انا اقول لكم حاجه على سبيل المثال، نفترض ان انا دلوقتي مع مجموعه نظم المعلومات وجاي بشرح لهم برنامج اس كيو ال سيرفر اللي هو داتا بيز، وازاي يعمل مثلا يعمل ريتريف للداتا. فلما بتكلم معاهم باللغه دي اقول لهم ازاي تعملوا ريتريف للداتا وازاي تعمل سيلكت كذا عشان توصل لمعلومات معينه، الناس هتنتبه معايا. الفئه الثانيه اللي موجوده دلوقتي عارفين يعني ايه سيلكت ستار فروم اس كيو فايل؟ انتوا عارفين الكلام ده؟ لما تعمل سيلكت ستار فروم فايل ويب كذا بدا ينتبهوا مني. اذا حسوا ان لغتي واحده اني فاهم كمبيوتر فيبداوا ينتبهوا ليه؟ فالموضوع انا اوصل الموضوع لناس، الناس دي ادرسه، طب اوصله ازاي؟ لازم انزل بمستوى الناس
اللي انا بتعامل معاه او اطلع بالمستوى. دايما المحاضر في اول محاضراته بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يتعرف على الناس. ليه بيتعرف على الناس؟ لحاجتين. الحاجه الاولانيه انه يبدا بنسميها احنا اذابه التل، يعني الحاجز اللي بيني وبين الناس المتدربين بحاول اشيله. تاني حاجه يبدا يفهم شخصيه الناس. السؤال اللي انا جبت سالته لكم في اول محاضره قلت لكم لو انت معاك مليون جنيه في نهايه الدوره، يعني في نهايه المحاضره، وبتعمل بيها ايه؟ اولا فهمنا اكتر من حاجه في الشخصيات. في ناس بتفكر بطريقه منطقيه، انا هقسم 50% و20 و30، فده انسان بيفكر بطريقه معينه شخصيته. في عندي لما نيجي ندرس المخ نجد ان فيه جزء تحليلي وجزء عاطفي. في واحد تاني اول حاجه لما نيجي نتكلم انا هديهم لاولادي، يتكلم منين؟ بعاطفيه، من عرفت الشخصيه دي بعاطفيه. واحد تاني بيقول انا عايز اعمل مشروع معين، انسان مثالي بصنف الناس اللي موجودين، ده انا عايز اعمل مشروع واعمل مشروع بس مش هاخد حاجه. واحد تالت طبعا هو ده اللي تميز، انا هدي الدكتور بالصحبه. صح؟ ده على طول صح؟ فبدا يعمل ايه؟ فاذا بتدرس الشخصيات اللي حواليه، بعد ما بتدرس الشخصيات اللي حواليه بتبدا بقى تقول طيب انا هعمل بلان، ادخل مع الناس دي ازاي؟ واشرح لهم ازاي؟ البلان اللي انا بحطه بناء على دراسه الايه؟ الناس اللي انا بتصل معاها. وبالتالي لابد ان انا ابقى عارف. اذا انا هنا وصلت ان انا بتكلم عن الناس وقعوا مني يبقى انا فشلت في نقطه معينه. ممكن تكون هذه النقطه الموضوع ما يهمهمش. دي حاجه. او ان انا وانا بتكلم على الموضوع ما اتكلمتوش بالطريقه اللي هم يفهموها او 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 او، يبقى المفروض اعمل ايه؟ اعدل بقى نفسي واظبط الامور. في ناس كتير قوي بتسمع لهم في التلفزيون من الناس حتى البرامج الرئاسيه اللي موجوده، اول ما يطلع كده عايزين ننتبه وشويه يبدا يقع منين بقى؟ من تفكيرك ومن درجتك. بعد ما انت كنت مرشحه عشان شكله حلو وسيم وممتاز وحاسس ان هو متميز، لما جه يتكلم بدات تحس ان هو ايه يقع. من ضمن الحاجات اللي احنا حسينا بيها المناظرات. كان في مناظره بين ابو فتوح ومناظره بين عمرو موسى. بدات المناظرات الناس بدا يعمل ايه؟ الراجل ده كانوا كاسبين عدد معين، بدات تقل ليه؟ اللي هو مهاره الاتصال. الناس مش مهاره، الناس مهاره بشخصيتها، مهاره بالكواليفيكيشن بتاعه، لكن اللي بدا يتكلم وبدا يعمل مناظره بدانا نفهم بيفكر ازاي. الناس يا جماعه لازم نعرف احنا بنخاطب عقول وعقول مختلفه وقدرات معينه. ما تقولوش مثلا ان في قناه زي معلش قناه معينه اللي هي مثلا دلوقتي في عين محدش بيتفرج عليها، لا في فئه بتتفرج عليها وبتخاطب فئه معينه. خاطب راجل البسيط، الراجل اللي عايز اللي قاعد في البلد في الفلاحين وبيصدق. هو بيشتغل بذكاء بيصدق اي حد يقول له اي حاجه، الراجل اللي بيتكلم ببساطه جدا. فلما ابدا اقول مثلا لفظ معين، على فكره في نص الكلام انا بتفرج عليه امبارح، انا امبارح كنت معلش انا اتاخرت عليكم ما نمتش طول الليل، اصل كنت بوصل عمي. كان بيوصل عمه، يعني ايه بيوصل عمه؟ يبقى انا راجل فلاح قاعد في البلد، الراجل ده ابن اصول راح يوصل عمه وصاحب قناه وراجل دكتور، يبقى لازم يبقى في مصداقيه بينه، دي مهاره اتصال. اوعى تفتكر، لكن واحد تاني يقول لك هو بيتكلم عليه ده عقليه معينه، انا ما بخاطبش الفئه، بخاطب الفئه اللي قاعده في حته معينه ودول ولاد البلد. لا ده لازم ده احنا لازم نقف جنب بعض كلنا، ده انت من العيله بتاعتي، ده مش عارف ايه، بيبدا يلعب على وتر القيم والاحاسيس. فده ذكاء اجتماعي وذكاء في توصيل المعلومه، بدليل ان انت بتجبر انك انت معظمنا نروح نفتح القناه ونتفرج على القناه ونحاول نتابع هذه القناه، لان هناك ميثودولوجي معينه ان يكسبك لازم. بعض الناس يقول لك والله ده هو يعني بيفكر بطريقه معينه، لا تفكير ذكي. تفكير ذكي ومنهجيه ذكيه لاتباع طريقه معينه. اذا عايزين نرجع للموضوع بتاعنا، مهارات الاتصال بتعتمد على انك انت تفهم الشخصيات اللي قدامك. اذا فهمت هذه الشخصيه اللي قدامك تقدر تتعامل معاها. اول حاجه لازم نعرفها ان كل واحد فينا ليه مفتاح عشان تقدر توصل. اذا وصلت لهذا المفتاح خلاص مشكلتنا في ايه؟ ايه المشكله؟ في ان انا مش عارف اوصل للمفتاح. لف ودور بقى، باب قدامك وهذا الباب مقفول وانت معاك المفتاح، معاكش المفتاح. تعال نتكلم عن شخصيتنا. مش هنتكلم عن انا اقول، ولكن في احد العلماء اسمه بير. العالم اللي اسمه بير دوت قعد يقول ازاي تقدر تفهم الشخصيات اللي حواليك. فاكتشف حاجه معينه، اكتشف ان كل انسان فينا عنده ثلاث شخصيات، معلش ثلاث شخصيات سماها ذات. قال ان كل واحد فينا في ذات الوالديه وذات البالغ او العاقل وذات الطفوله. يعني ايه؟ يعني انا اكون ممكن اكون وزير
بشغل الوزاره بحل، لما بدخل الناس بتفتح لي الباب بدي اوامر صارمه، لكن لو جت لي في البيت ولقيتني وانا قاعد مع حفيدي، حفيدي الصغير قوي، هتلاقيني بلعب معاه الكوره وموطي وشايله على ايه؟ على كتفي. ولو انت بصيت معقوله دوت الوزير اللي احنا بنشوفه؟ لا، جوايا طفل. هذا الطفل اللي بيظهر بيظهر مع ايه؟ مع احفادي. عايز مين فينا يا جماعه كده ما يجيش احيانا نكبر كده عندنا طبعا فوق 120 سنه نفسنا نجري في جنينه، نفسي اجيب كوره كده واقعد العب بيها، صح؟ بيجي الاحساس ده ولا لا؟ مين فينا ما يحبش يهزر؟ في احيانا جوانا طفل صغير. نقطه ثانيه، العاقل. ايه هي شخصيه العاقل؟ شخصيه العاقل دايما اللي بيفكر بكره في حاجه معينه، انا بكره عندي امتحان يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اذاكر، لازم اهتم بالمذاكره بتاعتي وشد حيلي. في واحد تاني يفكر كده، الله ده بكره في امتحان يا اخي طول النهار بتقعد مش مهم، قاعد يلعب طول النهار، يبقى ما عندوش المسؤوليه. العاقل دايما بيسال نفسه سؤال، يا ترى يا ترى الحاجه اللي انا اعملها دي صح ولا غلط؟ الوالديه، ايه هي الوالديه؟ المسؤوليه. دايما الوالد حاسس بالمسؤوليه، برعايه الاخرين، حاسس ان الناس اللي حواليه دول ناس حواليه مسؤولين منه. احيانا كده لما اجي اعيا ابص الاقي في تليفون جالي من مدير، ازيك يا حسين اخبارك ايه سلامتك الف سلامه، لا صحتك بالدنيا كلها. طب ده انا بيعمل ايه؟ بيسال عليا ليه؟ لان في شخصيه الوالديه مسيطره عليه. بلاش كده، بروح العمل الاقي زميلي وانا مجهد وتعبان، الاقي زميلي جه جنبي ومالك في ايه؟ وراح متصل بالبوفيه هاتوا كوبايه قهوه او هاتوا مثلا اسبرينه وخلي بالك في حاجه، تحس انه زيه بالظبط زي الوالد لما بيخاف عليه، يبقى دي شخصيه اسمها شخصيه ايه؟ الوالدين. فبالنا بيقول ان كل واحد فينا ثلاث شخصيات، بس خلي بالنا ان الثلاث شخصيات ديت موجودين بنسب معينه، انت شخصيتك 100%، ممكن تكون شخصيه الوالديه بتمثل عندك 60% وشخصيه العاقل 25% وشخصيه الطفوله 25%، يبقى انت شخصيتك تكمل كام؟ 100%، بس في شخصيه فيهم بتسيطر عليه بنسبه معينه، فحب يسهل العمليه اداها رموز. فقال اول حاجه انا هرمز للوالديه برصد ان اسمه واو. هي الوالديه اللي انت خوف على الاخرين، اهتمام بيهم، دي شخصيه. وفي شخصيه ثانيه اللي دايما بيفكر بعقلانيه اللي بيسموه العاقل او البالغ. ب. وشخصيه ثالثه اللي بتحب تهزر وتمزح وتضحك مع الناس، مش معناها ان هي شخصيه وحشه، شخصيه مرحه، شخصيه بتحب شخصيه الطفوله. فكل واحد فينا يا اما واو يعني والديه، يا اما ب، يا اما ب. بس الشخصيات دي ايه؟ هو قال كل واحد فينا يا جماعه بيتولد وعنده عقل اللي هو ربنا رزقه بيه اللي هو المخ. هذا العقل بيسجل كل حاجه. اول ما الواحد يتولد يبدا يشوف، زي ما احنا اتكلمنا في اول محاضره وقلنا الواحد اول ما يتولد اول حاجه الود، الاذن تسمع كويس، النظر يبدا الكلام بعد كده. كل حاجه بتحصل حواليه يبدا يركزها. هو ايه اللي بيحصل حواليه اي واحد فينا؟ لو انتوا فكرتوا مين اللي بيبدا يبني في حياته؟ الاب والام. الام هي اللي بتبدا تتعامل معاه، فيبدا يستقي حياته كلها من الام والاب. هنا بدا بن يقول خلي بالنا الوالديه مش معناها هنا الاب والام. الطفل اول ما بيتولد اي حد اكبر منه يحاول يقلده، فبالنسبه له دي شخصيه الوالديه. يبدا يستقي منها الشخصيه بتاعته، الاب، الام، الاخت، اخوه الاكبر منه بسنتين او بثلاث سنين، الخدامه اللي موجوده في البيت، السواق، دول بالنسبه له شخصيه يبدا يستقي منهم شخصيه الوالديه. طب يستقي من كام لكام؟ تفتكروا من كام لكام؟ من اول حاجه ما يكون عنده زيرو، يعني عنده صفر سنه الى كام؟ الى خمس سنوات. الواحد يبدا يركز ويقلد من صفر لخمس سنين. طيب وشخصيه الطفوله يستقيها برضه من اللي حواليه من كام لكام؟ من صفر سنه الى كام؟ خمس سنوات. يبدا يستقي تاثر فيه الطفوله من صفر لخمس سنين، عشان كده المرحله دي مرحله خطيره. عايز ادخل لكم في موضوع تاني وارجع لكم، يعني اعمل مقاطعه كده. في بعض الابحاث عملوها على الابتكار والابداع. وجدوا ايه؟ وجدوا
ان 98% من البشر اللي بيتولدوا ولديهم ملكة الابداع والابتكار. 98 و2% بس من البشر ما بيكونش عندهم هذه الملكة نظرا لوجود مشاكل مثلا صحية، عنده مخ فيه مشكلة، عنده حاجة معينة، يعني دول 2%. لكن 98 من البشر عندهم ملكة الابداع والابتكار. اول ما يدخل 5 سنين، تبدا الملك العدد دي بنسبه تقل، يبقى كام؟ 20% بس اللي عندهم قدره على الابداع والابتكار. ليه السبب؟ عارفين ايه السبب؟ ده في الجزء على السؤال العالي، لان بعد 5 سنين، اول 5 سنين الطفل يبدا يدخل مدرسه. يقول له ده صح وده غلط، لا ما تعملش كده. يسال يقول له ما تجاوبش، ماليش دعوه، اعملها زي ما هي موجوده. يجي يحفظ المساله، طب هي اتعملت ليه؟ هي بتتعمل كده. فباجي تبدا ويديله في الابداع، يبقى عنده الصح والغلط وده المفروض ما يتعملش، وبالتالي يبدا النسبه بتاعت الناس المبتكرين تقل. لما يوصل للثانويه العامه وجدوا ايه بقى؟ بعد الثانويه العامه نسبه المبتكرين والمبدعين بيبقوا 2%. بيبقوا كام؟ 2%. ليه؟ النظام التعليمي بيقتل في الناس الابتكار والابداع. يبقى البيئه هي اللي بتاثر في الواحد، انسان مخلوق عنده قدره وعنده قدره على الابتكار، لكن البيئه اللي حواليه هي اللي بتقتل. يعني كلنا مبدعين وكلنا مبتكرين، لكن المشكله ايه؟ في البيئه اللي خلتنا مبتكرين او لا. بدليل ايه؟ خلينا نتكلم عن بعض الحاجات. في بعض الناس المصريين بيسافروا بره، بتتوفر ليهم البيئه المناسبه، بيوصلوا لاعلى المراتب، وبنسمع عنهم وبنقول والله دول متميزين جدا. وناس موجودين، اللي دول موجودين في البيئه الموجوده هنا، عندهم احباط، عندهم مشاكل، عندهم مشاكل عداله اجتماعيه، عندهم مشاكل معينه. فدي برضو احد العلماء وصل لنقطه ثانيه مهمه جدا، قال لك الموارد في الدنيا ممكن نقسمها لحاجتين، موارد طبيعيه وموارد ايه؟ بشريه. الموارد الطبيعيه والبشريه مختلفه عن بعض بنسبه 180 درجه. ازاي؟ قال لك ان الموارد الطبيعيه تنقص باستخدامها، لكن الموارد البشريه تزيد باستخدامها. زياده الخبره. انا عندي خبره يا جماعه 20 سنه. ده الراجل ده بيفكر اكتر. يعني كل ما شكل مخك كل ما قدراته تزيد، لكن كل ما تصرف من فلوسك اللي عندك ايه اللي بيحصل؟ بتقل. وبالتالي الراجل ده يقول ما تخافوش، شكل مخنا ده هيزيد مش هينقص. مشكله في ناس كتير قوي يقول لك انا مش شغال مخي. تقول له مش شغال مخك ليه؟ يقول لك احسن ايه؟ مستهلك. ده احسن مستهلك، انا مش فكر شويه، طب خده فكر. لا مش هفكر، انا مش ناقص، عايز يظبط مخه على المستوى ده، مش عايزه يرتفع للمستوى الاعلى منه. نرجع بقى للنقطه الثانيه، يبقى انا عندنا بير قسم الناس، مش قسمهم، هات الشخصيات جوه كل واحد فينا، يا اما واو يا اما ب يا اما ط. واو معناها الوالديه اللي بيصطفي بين الاب والام والاخ، بتعلم منهم. وطاء هي الطفوله. طب والبالغ العائل من كام لكام؟ حد يعرف؟ من 10 شهور لحد امتى الانسان يفضل النطق والخبره والانسان اللي بيفكر صح؟ من 10 شهور لحد ايه؟ لحد ما يموت. لحد ما يموت بنتكلم بقى باللغه بتاعتنا ايه؟ لا ما لا نهايه. ومفيش ما لا نهايه طبعا عند الانسان، في نهايه. فالنهايه عنده هي نهايه الموت. يبقى ما لا نهايه قصدنا بيها طول ما الحياه مستمره، عاش 100 سنه، عاش 200 سنه، عاش 60 سنه، فهو البالغ عندنا دي الوحيده اللي ما بتخلصش. بدليل ايه؟ النهارده خبرتك تختلف عن خبرتك من 5 سنين. بعد 5 سنين انت هيبقى عندك قدرات تختلف عن قدراتك من كام؟ من اللي احنا موجودين فيها، وبالتالي الخبره بتزيد. طيب ايه الدليل على كده؟ طب اشمعنى 10 شهور؟ ليه ما يكونش صفر؟ هقول لكم تعملوا تجربه، سيبوا تعملوها. هات طفل صغير عنده مثلا 6 شهور، وخده وابدا ارمي هذا الطفل فوق، يعني لعبه. شوفوا انت بتحذفه فوق وبيرجع يضحك. هات طفل عنده 3 سنين، وخده واحذفه. هيعمل ايه؟ هيمسك في رقبتك، صح؟ هاته عنده 2 سنين يمسك في رقبتك. كل ما الطفل سنه يزيد وتبدا ترميه، هنا الوعي بيبدا ايه؟ يظهر، ويقول عليه بلوغ العقل. بلوغ العقل يعني ايه الصح وايه الغلط؟ انا ممكن اقع، فيبدا يخاف.
في بعض الناس اللي بيقعوا من دور مثلا دور بعيد لو هي حتى على ارض وهذه الارض ما كانتش ارض يعني كان بنسميها زي اسفنج كده او حاجه طريه لو طفل يقع ما يحصلوش حاجه ما يضربش اي حاجه طالما جسمه ما يضربش حاجه لو اي شخص كبير بس مجرد ما يقع قبل ما ينزل الارض هيكون مات بالخوف والتفكير لان ممكن يحصل هو بيبدا يتخيل انه هيصطدم ولما يصطدم يحصل كذا فيبدا يحصل له شعور ان هو ايه يبدا يخاف وبالتالي الانسان برضو عنده نوع من التخيل اللي ممكن يخليه ياثر فيه نفسيا فانا دوت من هالشخصيات فالني هنا بيقول ايه هو شخص لما بيتعرض للوالديه بيتعرض لكم نوع من الوالديه والديه واحده قالت لا نوعين من الوالديه اما تكون والديه راعيه بتكون فيها واما تكون والديه ايه ناقده فسمى هنا قال لك انا عندي هنا نوعين اما واو ر او واو نون واو ر او واو نون واو ر يعني ايه والديه راعيه واو نون معناها والديه ناقده ايه الفرق بينهم الوالديه الراعيه دايما خايف عليك ودايما خايف على صحتك على فكره في بعض الناس بيشتكوا لي يقول انا مخنوق من بابا وماما طول النهار او طول اليوم يدخلوا يشوفوني انا بعمل ايه وخايفين عليا ولما انام يجي يغطيني مره واثنين وثلاثه مش عارف انا حاسس ان انا طفل حتى بعد ما بقى عندي 20 سنه وهو اساسا برضه بيسال عليا وخايف عليا وخايف ينزلني نزل التحرير خايف ينزلني امشي قلقان والديه راعيه واحد تاني برضه يشتكي من والده انه عنده والديه ناقده انت لابس البدله دي ليه؟ لا لابس القميص ده ليه؟ شعرك من طويل لازم تقصه، لا انت ما ذاكرتش النهارده، قاعد ينتقده على طول على طول، لا بتقوله ببساطه ضفره طويله، طول ما هو قاعد يبدا يعمل عمليه تعنيف. طيب الطفل الصغير اللي عنده زيرو لما يبدا يتواجه بحاجتين بوالديه راعيه ووالديه ايه؟ ناقده. هنا بقى نوع الوالديه اللي بتواجهه. تعالى ناخد مثال مش هيحصل في الحقيقه. الطفل دايما بيتواجه بوالديه ناقده. يعني قلنا الوالديه الناقده مش لازم تكون ايه؟ الاب، الاب بيضربه. بتتعامل معاه بطريقه شديده، الام بتتعامل معاه بطريقه شديده، اخته بتتعامل معاه بطريقه مش كويسه وشديده، الخدامه، كل المجتمع بيتعامل معاه بطريقه شديده مش عايزين. تفتكر يعني تفتكر الطفل ده لما يجي يطلع بقى ويكبر هيحس بايه؟ يطلع سفاح. هيكون طفل طبيعي؟ لا سفاح. صح؟ هيطلع سفاح، هيطلع دي شخصيه مختلفه. تعالوا نبص للناحيه الثانيه برضه مش هتحصل. يعني دايما في الحياه هتلاقي الاب مثلا بيتعامل معاك بشده هتلاقي الام بتحن عليك هتلاقي ليك اخ كويس معاك اخ تاني كذا مدرس كويس مدرس وحش دي طبيعه الحياه بنسب معينه فالانسان لما بيجي يتكون عندك بيتكون الشخصيه بتاعته بتتكون بطريقه معينه نتيجه الظروف والبيئه اللي حاطط طيب الاب بيعامله بحنيه جدا الام بتعامله بحنيه جدا الخدامه بتعامله كويس جدا وبحنيه وخايفه عليه اخوه كل الناس بتعامله بحنيه هيطلع شخصيه شكلها صحيح ضعيف شخصية ممكن بيعتمد على الاخرين اي حاجه عايزها لازم تجيله لو اي ظرف حصل له عشان يعتمد على نفسه مش عارف يعتمد على نفسه اذا اللي بيحصل في الطبيعه طبعا بيحصل بالانس يعني ايه بالانس؟ يعني توازن بين دوت ودوت فبيطلب عندي ثلاث انواع من الطفوله كان الجدول اثنين بس ثلاثه وعندكم اثنين او اثنين مش يعني هم حاطين كده بس هو في الاخر هو عاده بيبقى في عندي ثلاث انواع من الطفوله ايه هم بقى؟ طفل بنسميه الطفل السائر الشقي ده اللي تاخده معاك في اي مكان يعمل مشاكل يعمل لك مشاكل مفروض يطبق ويجي هنا ومش عارف ايه اللي مش حاسس باي مسؤوليه والطفل المطيع اللي بيقعد ساكت وخايف وقلقان يروح الفصل قاعد منكمش ما بيتكلمش ما بيطلعش صوته والطفل الطبيعي الواقع الطفل الطبيعي الطفل الطبيعي اللي هو عارف امتى يلعب وامتى يهزر؟ واخده مثلا في الفصل المكان قاعد كويس في الفصحى خرج في الفصحى مع زمايله يبدا يجري ويلعب وايه مفيش مشاكل فعارف امتى يلعب وامتى لكن في طفل تاني في الفصحى بره في الشارع في اي مكان هو ستايل واحد ستايل يحرجك في اي مكان وطفل تاني يعمل ايه؟ ما بيتكلمش خلي بالنا عايزين نتكلم احنا ليه بندرس الكلام دوت او برنامج بندرسه ليه؟ خلي بالك الانسان الشقي دوت ممكن يبقى مديرك بعد كده ممكن يبقى زميلك ما عندوش اي مسؤوليه والانسان المطيع قوي ممكن برضه يترقى يبقى زميلك او مديرك يعني ايه مدير يبقى مطيع قوي خايف يعني عندك مشكله وعايز تاخده يطلع بيها للمدير الاعلى ما بتاكش ما نصفكش تحصل يحصل لك اي حاجه ما مش عارف خايف
خايف ياخدك من ايديك ويطلع يعمل ايه؟ يطلع بيك. طب الانسان الطبيعي الطفل الطبيعي ده اللي ممكن ياخدك وهكذا ويهزر معاك. تعال نتكلم عن البالغ. البالغ هو كم صوره من البالغ؟ هي واحده بس. مفيش اي مشاكل موجوده فيه. يبقى انا عندي ثلاث شخصيات، يا اما واو يا اما بي يا اما طا. طب بيسيطر ازاي؟ العمليه معقده لدرجه ان هي نسب، كل واحد فينا فيها نسبه، ممكن تكون دي 95% وال 5% موزعين على كده. تلاقي طب اي واحده ناقده ولا راعيه؟ ممكن تكون الناقده، لو مديرك الشخصيه الناقده الله يكون في عونك مش سايبك، على طول بينتقدك، ينتقد شغلك، ينتقد لبسك، ينتقد انت ماشي ازاي؟ بتعمل ايه؟ طب بلاش كده، لو زميلي اللي جنبك هتلاقي زميلك بينتقدك، بيقول لك انت بتعمل ايه وبتعمل ما بتعملش ايه؟ وبالتالي طب النقطه بقى اللي احنا بنسالها بيحنا انت قاعد تقول الكلام ده ليه؟ قال لك لانك لو قدرت توصل لشخصيه الانسان اللي انت بتتعامل بيه هي واو ولا به ولا ط هتعرف توصل للمفتاح بتاعه. اذا وصلت للمفتاح بتاعه تظهر النقطه اللي بعديها هي كيفيه التعامل معاه، لان كل واحد ليه طريقه معينه في انك انت تديله شخصيه مكمله فتتكامل معاه، او تديله شخصيه غير مكمله فتتنافر معاه. وعجبتني كلمه اشرف، قال لك ايه؟ انا اقدر من خلال في المحاضره اللي فاتت قال لك انا بقدر، كنت الاول ما بفهمش الناس وبتعصب لدرجه ان انا ممكن اعصب واحد او ايه؟ اعصب مش قلت يا اشرف انت ايه؟ يعني اعصبه يا اما ايه؟ يخليه صاحبك. طب عرفت ازاي توصل ليه؟ انك انت تعصب شخص متهادي او انك انت تخليه صديقك عن طريق ايه؟ عن طريق المفتاح، بتفهم شخصيه هذا الشخص. تعال نشوف نكمل نشوف غير بتقول ايه في الموضوع ده. نظريه العلاقات المتبادله اللي تقدر تستخدمها في الاتصالات. فقال لك ادي واو وادي بيه وادي با، هو اللي بيحصل ايه؟ دايما هيبقى انت بتتعاملك طالما اتصالات تعاملك مع شخص اخر، فالشخص ده ايه؟ هنقول عليه الف، شخص الف يتعامل مع شخص ب، بلاش ب بالف، هيتعامل مع شخص ج عشان يبقى ايه؟ يبقى الف بيتعامل مع ج، حسين بيتعامل مع محمد، صح؟ فحسين هيسيطر فيهم عليهم واحده من ديت بنسبه معينه ليها نسبه الغلبة. لازم الشخص الثاني هو كمان هتكون مسيطره عليه شخصيه معينه في وقت معين، يا اما واو يا اللي هي واو الوالديه، يا اما ب العاقل او البالغ، يا اما طه. لما الاثنين يكلموا بعض في شخصيات بتتكامل ازاي؟ لو شخصيه الوالديه انا بتكلم بطريقه شخصيه الوالديه وانت بتكلمني بشخصيه الطفوله يحصل تكامل. هنا بيحصل نوع من التكامل. على سبيل المثال انا في محاضره فطالب من الطلبه جه متاخر ربع ساعه وانا بشرح ففتح الباب فبقول له انا عارفه محمد، مش ما تاخرش يا محمد، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت جاي متاخر ليه؟ اوعى تاخر تاني مثلا. بقول له بقى تاني بالاسلوب كده لو سمحت اخرش، انا اسف قال لي اسف اخر ما هيحصل ايه؟ اللي ممكن يحصل اقول له ادخل. لكن لو انا بقول له يا محمد اوعى تتاخر تاني وبشرط كده، فراح قال لي وانت مالك يا دكتور؟ قال لي وقت مالي. وده بيحصل في الشغل. لما يجي يحصل في الشغل مثلا واحد يتاخر في الشغل والمدير بتاعه بيقول لك ايه يا محمد افندي انت اتاخرت ليه؟ يروح محمد قال له ايه؟ افندي يقول له ايه؟ حضرتك تخليك في شغلك وبس، عندك الجزائر اتاخرت انا هختم الكارت، هيتخصم مني كام؟ هتخصم منه جزمه. او بلاش كده بالاتصال، ممكن ما يردش بس يرد بالبادي لانجوج اللي هي يبص له من فوق لتحت. بصص له بصه كده على الحوار من فوق لتحت بوالديه كده، يعني انت مين انت؟ واخد بعضه وماشي. اذا هنا الوالديه تتكامل مع الطفوله، لكن الوالديه تتنافر مع مين؟ مع الوالديه. يعني لو واحد الشخص اللي قدامك مسيطره عليه الوالديه وعايز تاخده تكلموا وتخلي العلاقه بينكم وديه، ما تكلموش بالوالديه. لازم تكلموا بين بالطفوله، ما دي مهارات الاتصال او المهاره. طيب افرض هو مسيطر عليه البالغ. وعشان تكمل معاه كمل معاه بالبالغ، الباقي دايما يسال محمد انت اتاخرت ليه؟ بتكلم محمد انت اتاخرت ليه؟ العربيه اتعطلت مني وانا ماشي في الطريق.
لكن لو قلت له بقى انت مالك انت فرد اكلته الطفوله، يبقى الولد البالغ مع الطفوله تعمل مشكله. انا بسالك ومن دم تبدا تهزر واكيد العمليه سهله. انت مالك انت يا عم؟ احنا طول عمرنا يعني احنا خدنا من الشغل ايه؟ بطريقه تريقه كده. فاحس انا وانا بكلمك بشخصيه يعني ثابته وبسال سؤال محتاج منك ايه؟ الاجابه بتاع السؤال. دي النقطه الثانيه. يبقى اذا هناك شخصيات متكامله وشخصيات ايه؟ الطفوله مع الطفوله. متكامله ولا مش متكامله؟ محمد سيد او فين سيد هو؟ محمود مثلا. محمود جاي مثلا ايه؟ لقيته وانا قاعد اشرح المحاضره واخد الشنطه بتاعته بالراحه كده خاله. طب انا بقى معاكم بقى اسبوعين ثلاثه. بقول له ايه يا محمود؟ يعني بنقعد سوا زي كل يوم ولا ايه؟ بهزار. لا يا دكتور حد واخد منا حاجه. لا يا دكتور بحضر كل يوم بقى نفسي بقى شويه احسن ما دام عامله اكله كده. وعايز اروح ايه؟ الحق الاكل ده قبل ما الاولاد يخلصوه. هنا بدا انا تعاملت معاه مع شخص بشخصيه الطفوله وبدا هو يتعامل معايا بشخصيه الطفوله. اذا لابد ان يكون عندنا قدره ومهاره التعامل وفهم الشخصيه اللي قدامي. اذا فهمت الشخصيه اللي قدامي اقدر اتعامل مع هذه الشخصيه باسلوب تتكامل معاها اللي احنا بنقول عليه. طب تعالى نتكلم ونقول هنعمل ايه الكلام ده؟ هل معنى كده ان انا كده في حاجه احنا لسه ما اتكلمناش فيها؟ اللي هي والديه مع البالغ. الوالديه مع البالغ تيجي هنا حسب، لا حسب نوع الوالديه. اذا كانت والديه ناقضه مع البالغ هيحصل مشاكل، اذا كانت والديه راعيه هتحصل تكامل. هو انا طبعا بحاول ابسط الموضوع. تعال بس ناخد مثال كده كيفيه التعامل. مهارات اتصال وكيفيه التعامل من خلال هذه الشخصيه. نفترض ان دوت سكرتير قاعد بره والمدير بتاعه بره. يبقى الف ده السكرتير مثلا وجيم ده الموظف. فموظف عنده مشكله وعايز يدخل المدير. فدخل فتح الباب متنفس متعصب وداخل جري يجري فين؟ لازم ادخل المدير دلوقتي. فالسكرتير في حيره. يا اما يتعامل معاه بالوالديه، هو موظف مسيطره عليه شخصيه الوالديه. وعايز يدخل المدير فورا باي طريقه. وبيزعق وبيتنرفز. الموظف يعمل ايه؟ ممكن يتعامل معاه بالوالديه يقول له لا مش داخل وانت ما خدتش معاك ويبدا يشد معاه، فوالديه مع والديه هتلاقي المدير طلع فتح الباب شفت ايه المشكله. يبقى هو عمل بدل ما هو خلى المدير قاعد ومستريح وقاعد بيفكر في شغله، هيسيب الشغل اللي في ايده ويجي يحل مشاكل الناس اللي بره، ما عندوش مهاره اتصال سكرتير. لكن السكرتير بقى اللي بيستخدم نظريه بير، لما يجي الموظف متعصب والموظف مثلا جاي متعصب جدا يقول لازم ادخل، داخل اهو بيكلمه منين؟ من الوالديه. لازم ادخل يعني ادخل دلوقتي، انا عندي مشاكل، انا كذا كذا، وده يروح يبدا يقول له ايه؟ حاضر. بس هو يعني هيدخله؟ طب حاضر. فبدا لما قال له كلمه حاضر هنا بدا يتخاطب معاه منين؟ من الطفوله. اذا والديه مع الطفوله حصل ايه؟ حصلت كده. بدل يقول لك حاول بقى تطلع انت من الطفوله الى البالغ. بتنزله هو من الوالديه للبالغ. ادي النقطه. انا هطلع من الطفوله للبالغ، اول حاجه ابدا من ايه؟ من الطفوله. واطلع من الطفوله للبالغ وهنزله هو من الوالديه للبالغ. ونبدا نتخاطب على هذا المستوى. البالغ مع البالغ يعمل عمليه ايه؟ عمليه تكامل. بالغ مع البالغ. طب ازاي الكلام ده؟ حاضر، حضرتك اتفضل اقعد، جنب الكرسي، راح داس على الزرار، تشرب حضرتك الاول، لا انا مش هشرب، لا حضرتك لازم تشرب حاجه، انت اول مره شرفنا، مهارة التعامل يا جماعه، مهارة الاتصال، ده انت لازم تشرب، ده احنا ما صدقنا شفناك، بدا التاني يبدا ايه؟ ينزل شويه شويه، وبعدين بقى يبدا يخاطب العقليه، هو حضرتك خدت معاك خدت معانا معاك قبل كده؟ يقول له لا، يجاوب، بدا ينزل، اصل انا عندي مشكله ولازم تتحل دلوقتي، طب ايه المشكله؟ مش ممكن احل لك انا المشكله ديت؟ لا حضرتك بدا يتحاور المخ ما لا حضرتك مش ممكن تحلها ده لازم المدير بنفسه يحلها. طب اقول لك ايه؟ انت عارف ان المدير دلوقتي متعصب وعارف لو دخلت له دلوقتي هيحصل ايه ومشغول مش هيحل مشكلتك. ايه رايك لو تاخد معاك؟ بقى يبدا يتكلموا بالمنطق. بص الناس اللي حواليك دول قاعدين ازاي؟ لو انت عارف لو دخلت ايه اللي هيحصل؟ الناس يقولوا مش انا دخلت. يبدا يخاطب العقليه. طب ايه رايك تاخد معاك؟ فيبدا يقول طب خلاص انا ممكن اخد معاك. طب تعالى مثلا يوم الفلاني الساعه الفلانيه. هو طبعا بيقول له ايه؟ هات رقم تليفونك ابقى اتصل بيك. تعرف دلوقتي التليفون ايه؟ اللي يحصل يبدا
والديه والبالغ ويبدا يطلع هو من ده ويبدا يحصل كده. فهمنا هنا بيقول استخدم اللباقه، واستخدم الذكاء البلداني، واستخدم قدراتك على التعامل مع الاخرين، امتص غضبهم زي ما احنا قلنا بطريقه معينه، شوف هو في انهي مستوى وكمل هذا المستوى. اللي بيحصل عندنا دايما مشاكل حتى في البيت، حتى مع اخواتي، حتى مع مين، ان انا دايما لما بلاقي الشخصيه الثانيه مسيطره عليها الوالديه بتجيلي العزه بقى اللي بيقولوا عزه بالجلاله، وانا كمان والديه وما اشوف راسي براسه هو عايز ايه بالظبط. حتى بيحصل عندنا في البيت صح، تيجي مراتك مثلا متعصبه وعندها 100 مشكله والوالديه مسيطره عليها، بدل ما انت تبدا تمتص ده تروح الوالديه مسيطره عليه، تبدا ايه؟ يتصلوا بالدكتور وبالاسعاف عشان يجي يفضوا الاشتباك. لكن الانسان الذكي اللي عنده ده قدام، اللي عنده مهارات التعامل، اللي بيكسب الناس زي ما احنا كنا بنقول من شويه، اللي انت مش معظم الناس الناجحين ناجح في اداء عمله، لكن النجاح في اداء العمل لابد انه يتكامل بمهاره التعامل مع الاخرين، لابد انه يتكامل بمهاره الايه؟ الاتصال. ناخد الكلام دوت اللي عايزينه. ناخد بقى باور بوينت نشرحه. في حاجات كلام دوت
بتكلمها فعلا تعبان، وهي بتكلمني من صور باعتبار ان انا اخوها، خد لك بس ايه شويه ليمون وهتبقى زي الخصوم. احساسي لا يبقى اروح لمين؟ طبيب غريب بقى، يا خد شويه ليمون بس ده الرد بتاعك، خد شويه ليمون، معقوله؟ اخد شويه ليمون وانا قاعد؟ طب انا لا مش عارف. عقبال ما انتوا بتجاوبوا كده او بتتعبوا ده هنبدا بس يعني نشوف الكلام بسرعه بشكل اكاديمي. احنا قلنا قسم العلاقات التحليل العلاقات التكافليه بتقول ان عندي واو وبيت وطاء. بيرن عرض نموذج سهل وبسيط لتفسير سلوك الانساني اطلق عليه اسم تحليل العلاقات التكافليه. هو بيرن بيقول ايه؟ بيقول ان يولد كل انسان بمسجل طبيعي يسمى المخ، وبيبدا في تسجيل كل القدرات والمشاعر والاحداث منذ اللحظه الاولى للميلاد وبيستمر طول حياته. فعندنا ادي شخصيات واو وبي وطاء. هذه الشخصيات بيقول لك احنا اساسا بنتولد ومعانا الطفل الطبيعي الحر اللي احنا قلنا عليه، اللي مش معقد، اللي ما عندوش اي مشاكل، التعقيدات بتيجي من البيئه اللي احنا عايشينها، وبالتالي هذا الطفل بيتفاعل مع رموز الوالديه اللي هو الاخ الوالديه الاخ الاخت. فبينتج عندنا ثلاث انواع من الطفل. عندنا واو ري اللي هي واو ري اللي هي ايه؟ والديه راعيه، واو نون والديه رافضه. ايه اللي هينتج هنا؟ هينتج عندنا طفل شقي او طفل مضيع او طفل اساسا بنسميه طفل الباشا او طفل دايما اللي هو ايه؟ وقت اللعب يلعب وقت الباشا الصغير ده المفروض ان هو كويس؟ ان هو كويس ده الباشا الصغير. هنا بدا يحط زي ما احنا اتكلمنا مع بعض من امتى بتتكون الوالديه من الولاده حتى 5 سنين، البالغ او العاقل من 10 اشهر لحد السمير. طبعا كلام سهل مش كده؟ كل احنا وده بس انا بقوله بس بلخصه. الوالديه ما برضه الطفوله من الولاده 5 سنين. الطفوله الطبيعيه انت عندك طفوله طبيعيه والبالغ والوالديه الراعيه، دول كلهم عليهم حالات ذات ايجابيه. كان عندي حالات ذات ايجابيه وحالات ذات سلبيه. حالات الذات الايجابيه البالغ او العاقل بيتعامل معاه ما تخافش، انه انسان طبيعي. الطفل الطبيعي مفيش مشاكل، الطفل الوالديه الراعيه ما فيهاش مشاكل. امال المشاكل بتبدا احوال الذات السلبيه، الطفوله السائره والوالديه النقيضه والطفوله المطيعه. هنا زي ما شفنا هنا التكاملات بتحصل ما بين الوالديه الراعيه والمحمود. هنا التكاملات بتحصل ما بين ايه؟ الوالديه والطفوله. بنسميها هنا بنسميها ايه؟ بنسميها التفاعلات المكمله. التفاعلات المكمله يعني ايه اللي بيحصل؟ بيحصل استجابه بيتوقعها الشخص الاخر من التاني. انا يا جماعه اب وعندي ابن، لما اطلب منه طلب متوقع منه ان هو يقول لي اه، لكن لما يجي يقول لي لا ده غير متوقع. بيحصل المشكله في لما انت تكون متوقع حاجه يجي حاجه غيرها. النقطه اللي بعد كده بنقول بس بعض الامثله زي ما انا قلت لكم. هنا امثله للتكامل. المثال الاولاني بيقول له هنا ايه؟ لن اسمح ليك بالتاخير عن مواعيد بدء العمل اليوم. راح تاني رد عليه هذا قدر يفعل اخر مره. حصل تكامل والدين مع طفوله. النقطه الثانيه، ليه اتاخرت عن مواعيد بدء العمل اليوم؟ بيكلمه بالعقلانيه. فرد عليه وقال له اصل عطلت بيا السياره في الطريق. حصل تكامل ولا ما حصلش تكامل؟ النقطه اللي بعد كده، يظهر مهناوي تزور النهارده بدري، بيهزر معاه، بيتكلم بطريقه فيها بس فيها طفوله، فالتاني لقى رد عليه ايه؟ يلا حد واخد منها حاجه؟ اذا لما تلاقي حد بيتكلم معاك بمسح وبطريقه مرحه، تكلم معاه برضه بنفس الاسلوب هيحصل تكامل فيه. عدم التكامل او التقاطع، ده امتى يحصل التقاطع؟ لما انا اكون بطلب منك حاجه ومتوقع منك حاجه الاقيك بتديني حاجه ثانيه. تكلم زميلك ومتوقع يقول لك شكرا، فبدل ما بيقول لك شكرا بيبدا زعلان معاك. الله انت زعلان مني ليه؟ يبقى في مشكله. هنا بتبدا المشكله. تشوف مثلا نفس المواقف هي بس الاسلوب تاني، بيحصل فيه تقاطع. المدير بيقول للموظف بتاعه لن اسمح ليك بالتاخير عن مواعيد بيت العمل اليوم. راح الموظف قال له انت تخليك في شغلك واختصاصك وبس. انت يعني انت عليه هو والديا انت. فهيحصل هنا ايه؟ تقاطع. النقطة الثانية يتكلموا بالعقلانية. ليه أخرت عن مواعيد بدء العمل اليوم؟ فالتاني يتكلموا بالاستهزاء وأنت مالك؟ بدك طفولة. لما تكلم واحد بعقلانية وأنت مشاكل كده وخايف على مصلحته بتحس إن هو بيستهتر
بالكلام اللي انت بتقوله بيحصل عندك شوك، يعني بيحصل عندك صدمه وبتبدا تقول انا هتعامل معاه ازاي. النقطه الثالثه لما تبدا تهزر مع واحد ويبدا هو يكلمك بطريقه ثانيه، تهزر كده ليه؟ لو سمحت ما تهزرش معايا تاني. وانت اصلا يعني تكلمه باسلوب فيه مايك شويه، زي مثلا يظهر انك ناوي تزود النهارده بدري، راح رد عليه قال له ايه؟ عيب عليك، مش لازم تشجعني على كده. دي بعض الاسئله. طبعا في اساليب كثيره موجوده، احنا يهمنا او الخلاصه انك انت دايما في مهارات الاتصال ادرس الشخصيه اللي قدامك، تعامل معاها على قدر هذه الشخصيه، كملها وبعد كده انقلها لمين؟ للمستوى اللي انت عايزه. دي مهاره ولا مش مهاره؟ المهاره ما بتتعلمش في يوم وليله. اي مهاره في الدنيا علشان نتعلمها محتاج مني ممارسه. زي على سبيل المثال السواقه مهاره، لكن تعليم السواقه ممكن يحصل في نص ساعه، تعالى اقعد جنبي وانا اقول لك ايه الرولز والقواعد انك انت تسوق. لكن في اول مره هسوق فيها هتخبط العربيه ممكن، لكن بعد سنه سنتين هتلاقيك نفسك وانت بتسوق ما بتفكرش، العربيه ماشيه لوحدها شمال يمين لوحدها، وانت اساسا مخك في حاجه ثانيه. لكن في اول السواقه لازم تنتبه وكل كيانك يكون موجود. فكلمه المهاره التعامل ممكن يكون عندك مشكله في التعامل، لكن بالتمرين وبالممارسه والاتصال واحده واحده نقدر نوصل للي احنا عايزينه. معلش انا خدتكم كده بسرعه، وانا بشكركم على اليوم القصير دوت، ونتمنى باذن الله ان احنا نقابلكم تاني، وهنبدا بقى طبعا نعرف شويه معاكم، وهنوزع عليكم شهادات بتاعت الدوره. اللي يستلم الشهاده بتاعته يدي ورقه التقييم. اللي يستلم الشهاده خليه قاعد. لا يسلم ورقه التقييم. يسلم ورقه. لا انا هخلي ورقه التقييم مع حضراتكم. يعني خلصوا الورقه؟ خلصوها؟ استلمها. هيبقى فاضل مع حضراتكم. خلصوا الورقه؟ احنا ما عرفناش التقييم بتاعنا ايه. التقييم بتاعنا. هنقول لكم بعد ما نشوف. هناخد خمس دقايق كده في الاخر اقول لكم هتجمع. هم اتجمعوا. وانا كان دكتور حسين. نسبة الزكاة. أنا صورتها المطلوب كان إيه النسبة؟ سرعة البديهة والكلام ده كله. قال إن هي عند كل شخص ممكن تنمية بها، لو مثلا زيادة تعبت مش في خلال ال 10 سنوات أو في خلال يعني لا ممكن إن أنا أزودها أو ممكن تقل بسبب ظروف محيطة أو ممارسات معينة. بصوا يا جماعة السؤال مهم جدا، نسبة الزكاة هل ممكن أنميها؟ عايزين نفرق بين الحاجتين. خلينا نركز مع بعض في النقطة ديت. في نوعين من الذكاء، في ذكاء وجداني وفي ذكاء طبيعي اللي هو بتخضع للعوامل الوراثيه. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلقه عنده قدرات، مفيش حد ما عندوش قدرات. كل واحد فينا عنده قدرات معينه، لكن الفرق بين واحد والتاني ان واحد اكتشف قدراته واستفاد منها. واحد لحد دلوقتي مش عارف قدراته شكلها ايه. واحد في البيئه اللي اتحط فيها هي اللي هي خليته ما يعرفش يطلع قدراته او ذكائه، وبالتالي هذه البيئه دمرته. يعني انا عم بقول لك ما خليتيش يوصل لهذه القدرات. كم واحد فينا كان بتقع قدامه التفاحه؟ كتير. لكن مين اللي طلع قانون الجاذبيه الارضيه وفكر فيها؟ واحد معين. فالذكاء هنا اللي احنا بنقول الذكاء الوجداني والذكاء الايه؟ الذكاء الطبيعي. الذكاء الطبيعي ده محتاج دراسات وحاجات معينه وصعب قوي ان احنا نميل الا عن طريق دراسات معينه، ولازم تكون عندك الاستعداد. الذكاء الوجداني ده الذكاء ينمى. وجد العلماء ان 90% من الناس اللي واصلين لمستوى عالي ومرتفع ما عندهمش ذكاء طبيعي، ده عندهم ذكاء وجداني. يعني تعالوا لما نقول مثلا رئيس الجمهوريه اللي بيتعين رئيس الجمهوريه، او مثلا الوزير، او مثلا واحد الناس كلها بتحبه، هل ده اذكى واحد في الدنيا؟ عنده علاقات اجتماعيه، عنده اتصالات. فازاي تقدر تنمي الذكاء الوجداني؟ الذكاء الوجداني سهل جدا تنميه جدا. الذكاء التاني محتاج منك قدرات، محتاج معادلات، محتاج ان يكون عندك استعداد في البيئه في نقطه معينه. لان انا هي اقول لك ببساطه في عندنا حاجه اسمها الذكاء المتعدد، وعندنا انواع كتير قوي من الذكاء. لكن في واحد عنده الذكاء الرياضيات ده متميز فيه. متميز في الرياضيات، فلما تاخده وتبدا تدخله في مجال هندسي هيبدا يتفوق معاك. واحد تاني عنده الذكاء الادبي. ما
بمعنى هي عنده قدرات متميزه. فلازم اول حاجه تكتشف قدراته المرتبطه بذكائه وتنميه في هذا الاتجاه. الذكاء الوجداني مش محتاج منك انك انت تفهم مهاره التعامل مع الناس وازاي تكسب الناس. ده النقطه اللي انت نقدر كلنا نعمل الذكاء الوجداني بسهوله. الذكاء الثاني لابد انك انت تكتشف قدراتك ايه. وفي على فكره في بعض المعاد بتقيس درجه الذكاء بتاعك شكلها مستوى الذكاء قد ايه وعاملين جريد واني نوع من الذكاء. طب ما تقول لنا اي ريفرنس كده يعني كتاب بتاع حاجه معينه. لو كتبت انا مفيش ذاكره في حاجه لكن نزلت على النت كتبت الذكاء الوجداني او الذكاء الطبيعي او الذكاء المتعدد هتقدر توصل للريفرنس. او شوف بس هديك مثلا الايميل بتاعي لو انتوا عايزينه هتوريه. طب لو حضرتك تكتبه لنا بس نتواصل مع حضرتك من خلال حتى لو في فيسبوك والله يمين والله تتواصل معايا ادخلوا بقى الموقع بتاعي حضرتك يا سايت ولا عامل لا فيسبوك صفحه فيسبوك ده كويس قوي. احنا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله كلنا طبعا بعد مواعيد العمل الرسميه طبعا شغالين على الفيسبوك بعد المواعيد بص كده بعد المواعيد لا ما فيش فيسبوك.com/ لو انت داخل على الفيسبوك بتاعك او من فوق خالص اكتب دي ار DR1000 يعني اكتب دي ار 1000 بس يعني انت ادخل على السيرش بتاع الفيسبوك واكتب دي ار 1000 او اكتبها من البراوزر كله كامله كده. ايوه انت داخل بدل ما بتعمل سيرش اكتب دي ار 1000 يا اما تكتبها كامله خالص من قبل ما تدخل. لو انت داخل في الفيسبوك يكتب الجزء ده وواحده ثانيه دي شخصيه واحده ثانيه دورات اسمها دي ار 1001. يبقى انا عندي حاجتين، عندي صفحه للدورات التدريبيه وصفحه ثانيه للايه؟ دي صفحه شخصيه ودي صفحه الدورات. معلش هتقرا حضرتك صفحه ثانيه. انا كان عندي اخطاء زمان ان الدور اللي جاي من الشطرنج ينمي سرعه المبيعه والذكاء. هل ده صح ولا خطا؟ هل في حاجات دي اساسيه فعلا انا مش مستخدم؟ لا احنا ايه ما هو لا خلي بالك ده بينمي الذكاء الفطري معايا. احنا قلنا ايه من شويه؟ كل ما انت تستخدم مخك وتفكر اكتر تبدا يبقى فيه قدرات للذكاء. من احد طرق تنميه الذكاء مش الوجداني، الذكاء الفطري ان انت تقرا كتير. التخصص اللي انت فيه عندك استعداد ليه. سواء مثلا كده رياضه وكلام ده. لعب الشطرنج من الناس اللي بتلعب شطرنج بيفكر. وبالتالي بيبدا ينمي الذكاء ايه؟ معلش تعبت حضرتك